أهلا بكم من جديد. نظمت جمعية 17 فبراير في طبرق حملة لتنظيف المدينة وجمع القوارض النافقة، الأمر الذي ينذر إن تفاقم بكارثة حقيقية تهدد صحة المواطنين في المدينة ومحيطها. مبادرة جديدة تقوم بها جمعية 17/2 في إطار نشاطاتها المتنوعة، تمثلت هذه المبادرة في تحفيز الرأي العام في مدينة طبرق وتنبيهه لخطورة آفة الجرذان الكبيرة التي لوحظ انتشارها بشكل كبير في المدينة، وخاصة على شاطئ الميناء وشاطئ الليدو وبالقرب من مخلفات الأبنية، الأمر الذي حث بأعضاء هذه الجمعية إلى إطلاق هذه المبادرة باتخاذ خطوة تمثلت في جمع القوارض النافقة والتي فاق عدد ما جمعوه في أقل من نصف ساعة 180 حيوان نافق، ما ينذر بكارثة حقيقية تهدد المدينة. كما تشاهد هذا الطريق، المدخل البوابة الميناء، نتيجة لتباثر الحبوب والقمح والشعير للسيارات التي تنقل فيه من الناقلات من الميناء، أدت إلى تراكم القوارض. وهنا من باب هذا المدخل وجدنا 98 قارض نافق. المشكلة هذه ليست جديدة، هي ممكن تبدأ من 1984 وما زالت مستمرة حتى هذه اللحظة، بل في السنوات الأخيرة حقيقة الأربع سنوات الأخيرة ازداد انتشار الفيران والجرذان لعدة أسباب رئيسية. أولها هو أن المناخ مناسب لتكاثر هذه الآفة، المأوى المتوفر في أنقاض المباني والعشوائيات والقمامة، بالإضافة إلى عدم وجود أي برامج مكافحة. أيضا مكب القمامة يعتبر الآن داخل المدينة. ويرى دعاة وأنصار البيئة والمهتمين بهذه الجوانب في مدينة طبرق أن انتشار هذه القوارض ينذر بخطر جسيم يهدد صحة المواطن في المدينة بسبب ما قد تنقله هذه القوارض من أمراض خطيرة كالطاعون وغيره، في ظل غياب حقيقي وشبه تام للجهات المسؤولة عن مكافحة هذه الآفة التي غزت حتى البيوت من خلال شبكات المجاري وأصبحت مصدر قلق لجميع أهالي المدينة. شيء خطير جدا، يتنقل منا الأمراض، أمراض الخطيرة، ونحن طبعا مش دايرين بالأمور هذا نياهي، في سلبية موجودة يعني بصراحة بصدق يعني، فنحن نبغى نعالج الموضوع هذا في أسرع وقت. يقول المهتمون بهذه الآفة أنك عندما ترى جرذا في النهار فمعنى ذلك أن 20 جرذا آخر مختبئة عن الأنظار في مدينة بتنا نراها في وضح النهار، ما ينذر بكارثة حقيقية. محمد خالد، طبرق، لقناة ليبيا الأحرار.